السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله دائما، اللهم صل على الحبيب المصطفى، ألف صلاة وسلام عليه. كما كتشوفوا نحضر معكم طبق الروز، إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. عندي هنا في العناصر شوية الحوت الأبيض وشوية الكالامار، عندي جزرة مقطعة مكعبات وفلفل صغير مقطع مكعبات وبصل وثلاث فصوص ثوم. كما كتشوفوا المقلة ديالي غادي ننزل فيها شوية ديال الزيت، زيت الزيتون أو زيت المائدة، وغادي نضيف العناصر ديالي. غنضيف الفلفل الأخضر اللي مقطعه صغير طريفات صغارين، وغادي نضيف البصل والجزر وثلاث فصوص من الثوم قطعتهما طريفات صغارين. غادي نخلي الخضر ديالي تقلى الزيت، بعد ما تقلت البصل والجزر والفلفل كما كتشوفوا تقلوا مزيان، غادي نضيف لهم الرز. الرز طبعا عندي رز مغسول، كنحرك الرز ديالي مع الخضر، غادي نخليه حتى هو يتقلى واحد 3 دقائق مع التحريك. كما كتشوفوا الرز عندنا الرز الاصفر، كيجي الطبق ديالو شهي، كيجي الحبه ديالو مفصول على الاخرى. بعد ما تقلى الرز ديالنا غادي نضيف الكالامار اللي مقطع طريفات صغار، نخلط العناصر مع بعضها، وغادي نضيف السمك الابيض حتى هو مقطع طريفات صغارين، غادي نخلطهم مع بعضهم. ثم غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر البابريكا، غير ملعقة صغيرة ماشي ملعقة كبيرة، وغادي نضيف أيضا ملعقة صغيرة من الخرقوم أي الكركم، باش يفهموا الجميع أصدقاء اللي معايا. غادي نضيف شوية الإبزار، هاي الفلفل الأسود، غادي نحرك التوابل ديالي مع العناصر الأخرى. ملح على حسب الذوق، عندنا معلقة صغيرة الملح، وفي الآخر وليس أخيرا عندي هنا واحد طماط قطعة مربعات صغيرة بالقشر ديالها، ماشي مقشرة بالقشرة ديالها. وعندي هنايا بقدنوس معدنوس وقزبور مقطعين صغارين حتى هما،
وكما كتشوفوا طريين، احسن شي يكون المعدنوس والقزبر ديالنا يكونوا طريين، ما يكونوش مثلا مقطعين على مده طويله، ولا كيجيو لذادين في الاكل ديالنا. قد ما كانوا المعدنوس القزبر طري، قد ما الاكل ديالنا كيجي فيه واحد المذاق غزال. ان شاء الله يعجبكم ينال رضاكم. وغادي نضيف هنايا، غنضيف الماء 3 ديال الكؤوس ديال الماء سخونين، ماشي الماء بارد. الماء يكون سخون لان العناصر كامله مقليه، فلهذا نضيفوا الماء يكون سخون ما يكونش بارد. عندي هنا 3 الكؤوس كبارين ديال الماء باش نغطي الرز ديالي على الوجه ديالو، يكون مغطي بالماء وكيطيب مزيان. حتى اذا مثلا ما بقاش فيه الماء نضيفوا له شويه ديال الماء. نخلي هنا الرز ديالي يطيب، غادي نرجع معكم ان شاء الله في طبق التقديم. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. شكرا على المشاهدة، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. كما كتشوفوا الرز ديالي صبح واجد وما بقاش فيه المرق، نشف من المرق صبح واجد على هذا الشكل. غادي نضيف له شويه ديال الجوزه، غنحك له شويه ديال الجوزه، جوز الطيب كيعطيه واحد المذاق مزيون ويعجبكم. ان شاء الله تجربوه وينال رضاكم. أشكركم جزيل الشكر.